تحية طيبة لكل متابعينا متابعي الفرات والفرات، داركم أن تكونون حيكم بأجمل تحية، ونرحب بكم بحلقة مميزة جدا بوجود وعودة زميلنا بعد إجازة مرضية. صحة وعافية لقلبك يا علي. الله يخليك ومسك يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله والموفقية والنجاح. شوية واحد من يرست ويرجع للجو يرجع باشتياق ولهفة أكيد يعني ببرنامج فرات داركم. كل الزملاء والأخوة شكرا لسؤالكم، رجعنا لكم مشتاق لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وأصدقائنا. حياكم الله بيوم إن شاء الله راح يكون جميل بفقراته بعنوانه، وأكيد مليء بطاقات شبابية إبداعية ومنجزات عراقية مهمة. أمسك اليوم أنا خطارك بعد الفاصل إليك. حلو خطاري، ما هو الفرات دارك ان شاء الله، دارنا كل احنا ان شاء الله. اذا اكيد اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، كنا نريد ناثر بالمقابل، لكن عمليه التاثير والتاثر بالمجتمع او بالمقابل يحتاج لها لباقه وسياق بالعمل وسياق بالكلام وايضا مرونه. وبالتالي اليوم كل اللي تريد تتحدث به اذا حاولت تاثر على المقابل لابد الحديث يكون بتطبيق واضح على أرض الواقع. يعني أنت اليوم تنصح ابنك أن يكون صادق بكلامه وأنت ما تصدق وياه، تريد أنت اليوم من ابنك يكون ناجح بحياته وأنت عندك فرص كانت بحياتك ما نجحت بها، وبالتالي هنا ما نقدر نخلق نوع من التوازن في موضوع التأثر والتأثير في المجتمع. ناخذ فاصل قصير لكن بعد نرجع لكم. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أكيد اليوم راح تكون عندنا فقرات عديدة وراح تكون الحلقة وانتو سريعة. راح ننتقل وياكم إلى مهرجان، شو تقول المهرجان الدولي للمسرح بنسخته الرابعة، وبالتالي احنا اليوم من نتحدث عن المسرح. المسرح إلى دور كبير جدا في عملية التأثير في المجتمع، أما أنه تكون بسلوكياته بأخلاقياته بتصرفاته بعلمه بفكرة بثقافته، وبالتالي كل ما يصدر اليوم من المسرح يجب أن يكون مدروس خاصة من جانب المؤلف ونهاية بالمخرج و أداء الممثل على خشبة المسرح. ويمكن إحنا اليوم على اعتبار نتحدث عن التأثير الاجتماعي، كثير من القصص اللي أخرجتها واللي تنفذت بالسينما كان لها أثر كبير على حياة الناس والمتابعين للسينما وما تركتها من أثر، يعني نقلت يمكن وقاعة عديدة كانت مهمة. خلينا نشاهد مهرجان افتتاح المسرح الدولي الرابع ونرجع مشاهدينا الكرام، خليكم ويانا. مهرجان بغداد الدولي للمسرح بالطبعة الدولية الرابعة، وبالحقيقة المؤشرات تقول من خلال اطلاع على منهاج المهرجان أنه العروض ستنبئ عن متعة حقيقية، متعة مسرحية، يعني العروض من العربية والعروض العراقية، وسيكون هناك تنافس شديد. ما يفرحني أن هذا المهرجان إلى جانب العروض سيشهد ندوة فكرية وجلسات نقدية، إضافة إلى الورش التي ستقام على هامش المهرجان، إضافة إلى أسماء الفنانين المكرمين اللي يستحقون كل تكريم اللي هم من الفنانين العراقيين والعرب.
تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي بغداد جئتك كالسفينة متعبا أخفي جراحاتي وراء ثيابي أنا ذاك البحار ينفق عمره في البحث عن حب وعن أحبابي وهبطت كالعصفور يقصد عشق والفجر عرس مآذن وقبابي مهرجان بغداد الدولي الرابع، احنا صار 4 دورات متواصلين بهذا المهرجان. اليوم كانت الدورة اسمها فرح بغداد، احنا نريد اليوم نحتفي ببغداد وما حصل بيها. هذا المهرجان مهرجان مسرح، اكثر من 220 ضيف جاينا اليوم من كل الدول العالمية وليس الدول العربية، يعني اليوم دول العالم كلها عندنا، برازيل، بلجيكا، فرنسا، دول العربية اغلبهم جايين، وهذا الشيء نحتفي به ببغداد ونفرح ببغداد. والحمد لله، يعني الثالثة والرابعة وإن شاء الله الخامسة في العام المقبل إن شاء الله. طبعا هو عرس عراقي كبير نحتفل به ونحتفي ببعض، أن نلتقي على خشبة المسرح، نلتقي في أروقة المسرح الوطني، عراقيين وعرب وضيوفنا من أوروبا وغيرها. واضرب عدوك بي فأنت الآن حر، حر وحر. ولأن المسرح يضيء الحياة وينير القلب وأيضا يفتح آفاق متعددة مع الدول، وبالتالي إذن هو مرحلة انتقالية من مراحل التلاقح الثقافي. كنا شفنا الفنان حيدر ثامة قال سميناها دورة فرح بغداد، إن شاء الله دائما بغداد مليئة بالفرح ومليئة بالتألق، ونشوف هذه المهرجانات مهمة وهي رسالة حب وسلام وإبداع. العراقيين دائما مبدعين بكل المجالات. احنا راح ندخل بمحور حلقتنا مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث عن التأثير الاجتماعي، وشلون ممكن الشخص يترك أثر بالمجتمع أو بالناس اللي يكونون قريب من حوله. يمكن نشوف كثير اليوم من المؤسسات اللي تعمل منظمات ومؤسسات واليوم خبراء التنمية البشرية يحاول أنه يوصل للإنسان اللي ما يقدر يترك أثر أفكار، ويمكن كثير من القصص وكثير من التدريبات حتى يكون هذا الإنسان مؤثر بالمجتمع. فإحنا اليوم آمنة نريد نعرف شلون يكون الإنسان صاحب أثر طيب. أكيد، خلينا نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم ست سهام منعم. حياك الله ست سهام. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم وشكرا على هذا اللقاء لقناة الفرات العلوية سهام منعم المحنة. نعم، حياك الله ست سهام. يعني اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم اللي هو ترك بصمة، أو كيف من الممكن أن أكون اليوم شخص مؤثر في المجتمع. نعم، طبعا من العوامل المؤثرة في المجتمع وخاصة في محافظة النجف وفي المحافظات الجنوبية وفي بلدنا بلد العراق هي العوامل الاقتصادية وعوامل اجتماعية، وكذلك العامل الديني والعقائدي، والعامل أيضا العامل المؤثر الأكبر هو أيضا العامل العشائري.
فبالنسبة للعامل الاقتصادي إذا كان الشخص مترفها بهذه بجميع الأمور الاقتصادية فهذا يكون مستقرا في حياته بحيث تتوفر لدى كثير من الأمور اللي تخليه مستقر في عائلته. نعم، لكن هذا الاستقرار في المجتمع. نعم نعم ست سهام، أنا اليوم أتحدث عن موضوع أنه كثير من الأمور يجب أن تصحح، والتصحيح اليوم في المجتمع يجب أن يكون من خلال شخص. احنا ما نقول انه يكون نبي بتصرفاته، كنا خطائين اليوم احنا، لكن ممكن يوم اترك بصمه بالتاثير في 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 موضوع انه اليوم انا كيف اكون شخص مؤثر في المجتمع، كيف اليوم اكون اليوم شخص ناصح، كيف اليوم اكون انا اليوم هسه ان كنت بداخل دائرتي، ان كنت داخل المدرسه، كيف اكون اكو خلينا نقول مقومات معينه، اكو نقاط من الممكن انه يسرع عليها الشخص. نعم، بالنسبة أنا أقول العامل الديني والعقائدي أكبر مؤثر في المجتمع العراقي، إذا كان يعني يتمثل بأوامر المرجعية ويتمثل أيضا يلتزم بالأخلاق وبالمبادئ، بهالحالة ينشأ عنصر متمكن وعنصر مؤثر بالبلده. بالنسبة للإنسان اللي يلتزم بهذه الأوامر يكون يصنع القرار ويشارك أيضا في صنع القرار، يصنع في صنع مجتمعنا ومجتمع العراقي. احنا نرحب بيك مرة أخرى ست سهام المحنة. يمكن اليوم من نتحدث عن بيئة النجف، على اعتبارك أنت كنت تعملين بمحافظة النجف، في عضوة بمجلس النواب، وهذا الدور اللي يمكن اليوم تاخذيه يحتاج انه احنا نترك بصمة بكثير من المجالات اللي موجودة. كيف كانت النجف وكيف كانت بيئتها، خصوصا يوم احنا نشاهد انه ما شاء الله ببيئتنا البيئة النجفية ما اخذ المرأة حريتها بأنه تكون شريكة للرجل بالعمل التنفيذي، شريكة للرجل بالعمل الخدمي. اليوم هذا الأثر اللي ترك، يمكن هذا العمل اللي ترك أثر على الامرأة، وشنو الأثر المرأة اللي تركته على هذا العمل؟ يعني بالنسبة للمرأة هي من احنا طبعا الطابع العشائري الموجود في محافظة النجف وفي كل العراق. احنا الطابع العشائري هو اللي الموجود في بلدنا، يعني يحد كثير من المرأة، لكن بالتطور وبالثقافة المستمرة وبالدورات الثقافية للمرأة جعلت المرأة تتمكن في مشاركة الرجل وفي صنع القرار، في مشاركة أخيها في جميع الجوانب، الجانب الصحي والجانب الخدمي وبالجانب بالنسبة للمرأة. نعم نعم ست سهام، يعني اليوم عندما نتحدث عن النجف فلا بد أن نتحدث عن السيد السيستاني حفظه الله اللي ترك فعلا بصمة مو فقط للعراق وإنما للعالم أجمع، كيف اتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي مثل هكذا شخص مهم جدا للعراق ومهم جدا للعالم، وأنظار العالم متجهة صوب النجف وبالتحديد على سماحة السيد السيستاني يعني بالشخصية الهادئة، الشخصية المؤثرة، بالكلام الواقعي، بالقرارات المنطقية والواقعية اللي اليوم دائما ما نحتاجها في أغلب الأمور وفي الأزمات اللي مر بها العراق وحتى الدول العربية. طبعا أنا قلت الطابع الديني والعقائدي والالتزام بأوامر المرجعية هي من الأمور واللي صنعت أكيد السيد السيستاني اللي شارك في صراعة الدستور، فعلينا جميعا كمسؤولين أن نلتزم بالدستور وبهذه
الجوانب العفو العقائدية، اللي إذا كان المواطن أو المسؤول التزم بهذه الأوامر المرجعية وبهذه المواضيع أنه علينا. نعم سيد سهام، كيف تصفين الإمرأة النجفية اليوم؟ مكنت هذه المرأة، دخلت بالمؤسسات الخدمية، المؤسسات الحكومية، تشوفين هذه المرأة ماخذة مساحتها؟ يمكن اليوم نشوف حتى محافظة النجف تعتبر من المحافظات الملتزمة حتى بقضية اللباس المرأة، يختلف عن بغداد ممكن عن بعض المحافظات. شلون قدرت المرأة تتمكن من أنه تكون مشاركة للرجل بهذه المؤسسات؟ برأيك المرأة ماخذة مساحتها بالنجف؟ طبعا اكيد المرأة اخذت مساحتها، بس بحدود، قلت لك بحدود التقاليد والعشائرية الموجودة في محافظة النجف. بالنسبة للمرأة تمكنت حسب حدودها الشرعية الموجودة، اصبحت المرأة ايضا متفقهة مثقفة، بالنسبة تشارك في جميع الخدمات وفي تقديمها للمواطن للمواطنين وفي البنية التحتية للمواطن. بالنسبة للمرأة كمدرسة وكمهندسة وكطبيبة موجودة في عموم العراق وخاصة أيضا في مناطق الجنوبية شاركت، لكن نحن نحث من ثقافتها الثقافة الدينية الثقافة العقائدية أن تلتزم المرأة بهذه التوصيات وبدستور الديني والعقائدي. نعم. الموجود في محافظة النجف، لأنها مدينة النجف مدينة العلم والعلماء، مدينة المراجع، مدينة. نعم. الأنبياء. أحسنتي ست سهام، يعني ما هي الأعمال التي قدمتها وماذا تسعين يعني من أهداف تحبين اليوم تقدميها للمجتمع؟ يعني حدثينا عن أعمالك. بالنسبة لأعمالي أنا كنت في دورة سابقة بمجلس محافظة، خلال عملي في مجلس محافظة دخلت في جميع الجوانب، الجانب الاقتصادي والجانب الخدمي البنية التحتية والجانب الثقافي، لجنة الإعلام والعلاقات، أيضا رعاية المرأة الشؤون، فقدمنا كثير من الخدمات بالنسبة شمول كثير من العوائل المتعففة والفقيرة برعاية دائرة رعاية شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية. قدمت كثير من الدورات التثقيفية للمرأة، دورات الخياطة، دورات الحاسوب، دورات القرآنية والعقائدية في جميع أنحاء والقضاء النجف. وحاليا أيضا أنا مستمرة في عملي في خدمة جميع المواطنين ودعم الشباب وخاصة الشباب الرياضيين، وأيضا مشاركة الجهات الأمنية في الحث مع دعم الشباب بفتح أماكن ترفيهية وأيضا القضاء على هذه المؤثرات الخارجية والدعايات التي تحصل في محافظة النجف اللي تؤثر على الشباب، منها أيضا اللي المتاجرة بالمواد الممنوعة، بمنع هذه الحالات التي تحصل. يمكن يعني مهم جدا ست سهام، مهم جدا ان نحن اليوم نعمل ورشات توعويه. نعم. نشاهد هذه الورشات بكل المحافظات بمشاركه الشرطه المجتمعيه، وزاره الصحه، جهاز الامن الوطني. نعم. مكافحه الجريمه ومكافحه المخدرات وغيرها، هذه الورشات مهمه خصوصا للشباب. بيظل يمكن اليوم نشاهد هذه الهجمة الشرسة، اليوم يحاولون أن يأخذوا بأيدي الشباب إلى الرذيلة، لكن ما شاء الله اليوم احنا عندنا شباب مثقفين، عندنا شباب واعين، خصوصا إذا نريد نتحدث عن الشاب النجفي. يعني اليوم يمكن شاب النجفي قريب من نفحات مرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، شاهدناهم دائما سباقون بقضية الخدمة بأيام الزيارات، بأيام المناسبات، وأيضا المرأة النجفية لها دور كبير بمساندة الرجل. يمكن
إذا أردنا نذهب لهذا الجانب، الجانب الخدمي، اليوم الجانب الخدمي أو الخدمة عفوا، يمكن نشاهد النجفيات حتى مواكب أصبحت عندهم مواكب خاصة للنساء، يعني كثير من النجفيات تشوفون تخصصا بمواكب خاصة لهم وإيد مع إيد في سبيل أنه يقدمون خدمة حتى إذا كانت مو أيام زيارة، كسوة عيد، رعاية أيتام، مساعدة الفقراء، زيارة المحتاجين، إيصال صوتهم للمعنيين والمسؤولين الكبار، دوركم بهذا الجانب؟ طبعا دورنا في هذا الجانب كثير، يعني بالنسبة لي احنا طبعا أنا تنظيم نسوي على عموم محافظة النجف الأشرف موجود، وهذا التنظيم يقوم بدورات ثقافية عقائدية دينية للنساء، بحيث أصبحت المرأة تتفقه مرأة نجفية خلال الزوار، الوافدين من بقية المحافظات يقومون بجلسات معهم في المواكب الحسينية في إرشادات دينية، هذه تتلقاها أيضا بحكم يعني بحكم تعليمها بهذه تعلمها من هذه الدورات الورشات اللي قدمناها لهذه النساء، فأصبحت تقدم للمواطنين من جميع المحافظات الوافدين في الزيارات للسيد للإمام الحسين عليه السلام أو للإمام علي، فنقوم أيضا بتوزيع هذه النساء على جميع المواكب بتقديم الثقافة الدينية عن طريق الإرشادات الدينية على حجاب المرأة، كيف تقوم باللبس الحجابها وكيف تقوم بالوضوء بصلاتها في كل الأمور، وكذلك بالنسبة لجانب دعم الفقراء ودعم الأيتام أيضا شاركنا بجميع محافظة النجف، جميع النساء شاركنا وقدمنا بالمناطق خاصة الأقضية والنواحي والطبقات الفقيرة، قمنا بدعمها أيضا وتثقيفها وتقديم أيضا ورشات عمل عن طريق خياطة وعن طريق الثقافة الدينية ودورات القرآن والحاسوب. هذا الجانب بالنسبة للجانب النسوي أو أما بالنسبة للخدمات اللي قدمناها لمحافظة النجف، قمنا بمساعدة الدوائر الموجودة في محافظة النجف كثير من الخدمات. زين السهام يعني اليوم محافظة النجف شنو اللي تحتاجه حتى اليوم السهام تكون مبادرة بتقديم هذا الشيء اللي تحتاجه؟ شنو اللي محتاجته اليوم النجف باختصار؟ والله باختصار انه محافظة النجف هي محافظة دينية، محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، مدينة المراجع، اقول انه يا ريت يكون القرارات الامن وقرارات بالقانون يكون صارم بالحد من هذه يعني اللي تحصل واللي تأثر على الشباب، شغلات الممنوعات الموجودة اللي قاعد تصير يعني هجمات في خاصة في محافظة النجف، لابد وأن نحد من عدها، لأنه ما أدري بعد أنه هذه مستهدفة محافظة النجف وخاصة المحافظات الدينية ومحافظة كربلاء، لابد أن يكون هذه القرارات صارمة. المحافظات النجف ولا كربلاء ولا محافظات الجنوب اكو كثير من العشائر هي مسيطره على هذا الموضوع، وبالتالي تبقى قدسيه هذه المحافظه بمكانتها بقدسيتها، هي محافظه على كل شيء. احنا نقول انه هذا الشيء قليل موجود يعني على عد الاصابع، ومن كل يوم احنا نعممه، وبالتالي كثير من المحافظين اليوم الموجودين يعني نقول انه نشد على أيدي الجهات الأمنية والقوات الأمنية للحفظ حفظ النظام، وبالتالي أيضا بموضوع المخدرات وكثير من الأمور اللي قد تضر بالشباب والمجتمع. كل شكر وتقدير لك ست سهام المحنة
من النجف الأشرف، شكرا جزيلا لك. شكرا لقناة. إذن أمنة، يمكن محاور عديدة تحدثنا بها، الروح إلى قبل ما نروح والله شدت عندي هواية سوالف. يلا، أنت برأيك الشخص المؤثر اليوم بالمجتمع كيف يكون؟ يعني بنمط معين، باتجاه معين، بثقافة معينة، ولا ممكن يكون بكل الاتجاهات بكل الثقافات حتى في موضوع الرياضة؟ يمكن إذا تريدين تكونين مؤثرة لازم تعرفين ذات نفسك جيد، وتعرفين أي وتعرفين شنو المكنونات اللي بداخلك اللي تقدرين تقدميها. اليوم هواي عندنا من الشباب تميزوا وأصبحوا قدوة. يمكن احنا اليوم المفاجأة الجميلة مشاهدينا الكرام اللي محضرينها كادر برنامج فراد داركم، راح نتعرف عليها بروبورتاج اكيد راح نشاهدها سوية. من بعدها راح نرحب بضيوفنا داخل استوديو فراد داركم، خليكم ويانا. إذن هذا الريبورتاج الخاص لي يعني شبابنا اللي شاركوا في تركيا يعني قبل أيام قليلة برياضة اللي هي دائما الرياضات اللي نقول الدفاعية أو القتال اللي هي اسمها الموتاي. الموتاي اللي عبارة عن ركلات أو الركل واللكم والكوعين والركبتين. صارت عندك خبرة من قد ما تجيب المنتخبات اللي تحققون جزاء. بالمناسبة يعني كان هو مجرد أنه إعلان لفوزهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلنا وياهم بشكل مباشر بحيث أنه إحنا اليوم أول قناة تستضيفهم وأكيد تحتفي بهم، لأن إحنا اليوم العراق يعني يكون دائما خلينا نقول غني بشبابه وببطولاته. لازم يكون مميز. أكيد. احنا خلينا نبدا الحلقه انه نكرم الشباب الابطال اللي موجودين هنا. شكرا لاداره الفرات اللي وفرت لنا وجابت لنا هذه الهدايا الدروع. قم ام سعدين. ام سعدين. ايضا نبلش بالبطل ابو الفضل اللي هو اخذ الذهبيه العالميه. بالتوفيق حبيبي. مبروك عليك. ناخذ لنا صورة. يلا انا يم الحجي. الحسن تعال حبيبي. تعال حبيبي. مبروك لك الفوز. وهذا ابسط شيء نقدمه لكم عبر شاشة الفرات. الله يخليك. ان شاء الله الجايات هواي. طبعا الفريق كله حصل ميداليات مشاهدينا الكرام. احنا كان بودنا انه البطل يوسف موجود حبيبي كله باكمله. التوفيق ان شاء الله لك وممثلين اليوم. الله يخليك. فرحان انت سعيد بهذا الليل. ان شاء الله ربي يوفقك يا حبيبي. وهذا البطل يوسف. احنا سعداء جدا مع
الهيئة ومع المدربين اللي موجودين ويانا. مبارك لكم أستاذ مصطفى. هذا المنجز المهم مبارك لكم كباتن. الله يبارك فيك. سعداء نشوف طبعا أنا أتابع الفيديوهات اللي موجودة مواقع التواصل الاجتماعي، والله نفرح ونبكي نبكي فرح، لأن إنه إحنا نشوف عندنا شباب عراقيين قادرين إنه يزرعون هذه الفرحة والبسمة، وسعداء جدا إنه نشوف شباب بعدهم بعمر الورد ويقدمون لنا هذا المنجز العظيم. والأحلى من عند إنه يكون كابتن مصطفى يعني بكل الفيديوهات الموجودة اللي راح تشاهدوها واللي بعضكم شاهدها، إنه شايف أنت اليوم تحتاج إنه تنزل اليوم لمستوى الطفل، لمستوى طموح الشباب، بحيث يعني الفرحة اللي كانت موجودة يعني ما واسعته. حدثنا عن الموضوع بشكل تفصيلي كيف طبعا شاركته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أول شيء أشكر قناة الفرات اللي دائما سباقة حقيقة بإظهار الإنجاز وتكريم المبدعين الشباب العراقي، وأيضا برنامجكم الرائع وكل كادر هذا البرنامج وحضراتكم اللي نعتبر قريبين على قلوبنا وقريبين على المشاهد العراقي. بطولة العالم اللي شاركنا بها شاركت أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 رياضي من كافة أنحاء العالم. بطولة العالم للشباب كان حقيقة استعدادنا ضعيف قياسا ببقية الدول، باعتبار أنه للأسف الشديد أقولها أنه الحكومة العراقية ما تهتم اهتمام كبير بالرياضة، وخاصة الرياضات اللي هي تعتبر الدفاع عن النفس، الرياضات الفردية بصورة عامة والرياضة بصورة عامة. يعتبرون الرياضة جزء غير رئيسي، لكن بقية الدول يعتبرون الرياضة جزء رئيسي وأساسي، لأن الرياضة هي تساهم باستتباب الأمن واستقرار الشعوب، وأيضا كل رياضي يعرف عن دولته. حلو. 14 مرة الأبطال رفع العلم العراقي بين الدول العالم. 14 مرة خلال التتويج. نعم 14 ميدالية، 14 مرة رفع العلم العراقي، وهذا إنجاز كبير أنا أعتبره رغم ضعف الإعداد وقلة الدعم. وأيضا أوجه التحية حتى بصراحة اللي أسعدتنا هو سماحة السيد عمار الحكيم، أنا أعتقد قبل قناة الفرات هو بارك. حلو. نعم نزل. ما نكلت ياكم خطوة بخطوة بهذا الموضوع. يعني من دزونا بصراحة الأخوة في بغداد، يعني احنا كنا ملتين بالبطولة ودزونا منشور سماحة السيد، كلش أسعدنا وشكل حافز كبير للاعبين أنه بهذا الحجم بهذا الشخصية الكبيرة بالعراق اللي نجي له ونحترمها انه يبارك لأبطالنا. حلو. ما يعني الفرحة ما يعني ما عرفت شلون انه تقبلناها، وايضا اللاعبين الأبطال ان راويناهم انه سماحة السيد يتمنوا هم اللي يحصلون الذهب حتى يلسقون سماحة السيد. ان شاء الله بكل البطولات القادمة انتم بعد أبطال، واحنا سعداء بوجودكم. استاذ علاء، يمكن يوم المنتخبات مثل ما تحدث استاذ مصطفى تحتاج الى معسكرات، تحتاج الى تدريب، تحتاج الى استعداد نفسي، استعداد بدني. يعني احنا العراقيين دائما سبحان الله يمكن بثلاث ايام باسبوع نستعد ونروح نجيب الذهب ونجي. السر وين؟ ايش تسوون؟ شنو الباور اللي تعطونه للشباب؟ هو بعد معاناه بعد معاناه كبيره، معسكر 15 يوم استعدادا لبطوله العالم. يعني الدول الباقيه اقربها الامارات هاي معسكرين بتركيا وشهر بتايلاند وما ادري شنو يستعدون، بس ابطالنا شجعان وكان بيناتهم تسابق وتنافس على حصول الميداليات. والحمد لله تم تحقيق الانجاز وابطال، وكله بسبب الاتحاد دعمه المادي والمعنوي. يعني مثل ما شفت الفيديوهات يعني كابتن مصطفى يعوف الفي اي بي يجي مع الجمهور ويشجع، ينزل الساحه ويشجع، وقبل النزال يجي يدعمهم. يعني هذا كله تاثير كبير للاعبين لتحقيق الانجاز. اكيد ان شاء الله. قبل ما ننتقل للاعبين استاذ محمد، حدثنا عن دورك في هذا الموضوع كله. والله احنا انا مع كابتن علاء بالكادر التدريبي. جيد. واللاعبين باشرنا بوحدتين صباحا ومساء، استعدادات مستمره. قبل ايش قد عدد اللاعبين؟ احنا شاركنا ب 21 لاعب. حلو. والحمد لله والشكر حصلنا على 14 ميداليه متنوعه بين الذهب والبرونز والفضه. وهذا طبعا الشكر الاول، يعني احنا ما نلقى ذاك الدعم، فقط الدعم المعنوي من الاستاذ مصطفى ورانا. جميل. ورانا وتوجيه مستمر وليل نهار ليل من نامه حتى نوصل هيش مرحله. والحمد لله والشكر يعني اللاعبين ما قصروا، والحمد لله والشكر رفعنا علم العراق بالمحافل الدوليه. الحمد لله والشكر. ابو الفضل حياك الله. اول شيء مبروك عليك. انا يعني عجبني شغلتين،
انه صغر عمرك وبشاشه وجهك وحصلت الذهبيه، يعني متكامل صلوات على محمد. من وين انت؟ من السماعه. اي من بغداد؟ من اي محافظه؟ من بغداد. حلو. من منطقه الحريه. حياك الله. الله يحييك. سولف لنا عن شلون دخلت، سولف لي شلون صرت لاعب وخذ الذهبيه. هاي الذهبيه الثانيه بطوله العالم السابقه كانت بماليزيا. هم اخذ ذهبيه. هو؟ ايه دق الخشب. اي دق الخشب. بس شوي صعد وزنه. لا تاكل هو يا بس. بس انا اتمنى اسالوك على كم لاعب من الدول فاز. هو هو سولف لي. سولف لنا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر، حصلنا الذهبيه بطوله العالم بتركيا. لعبت ويا اربع لاعبين، فزت بالنزال الاول ويا اللاعب التركي، وراها فزت على اللاعب الروسي الحمد لله والشكر، وراها فزت على اللاعب التشيكي، وبعدها فزت على اللاعب التركي الحمد لله والشكر، حصلنا الذهبيه وان شاء الله القادم افضل. اي بطل. شخص كان يعني تحسه قوي جدا وكان من الصعوبه انه انت تتغلب عليه؟ صراحه بالنزال الثاني ويا الروسي كان نزال قريب جدا والحمد لله والشكر. كم بوكس صفيته؟ هوايه. هوايه؟ جيد. زين ابو الفضل، يعني الكباتن، المدربين، الجو، الجمهور، هاي الرهبه، رهبه الساحه، شو تحس وانت بالحلبه؟ يعني احساسك بينك وبين روحك، انت هسه الان ابو الفضل نزاله ويا الروسي، شنو الاحساس بينك وبين روحك؟ شو تسولف؟ هم تقرا الفاتحه لام البنين؟ هم تدعي دعاء خاص لك؟ شو يعني احنا بالنزال رهبة الجماهير وهاي الاشياء والتشجيع والهوسات كنا نخليها على صفحة ونزال على صفحة، يعني الحمد لله والشكر احنا ما عندنا توتر بالحلبة، واثقين من نفسنا وعندنا يعني شلون اقول لك ثقة بالنفس بالنزال. حلو. ما هي ثقة بالنفس واضحة كلش. فوزك لمن تهدي؟ اهدي الاستاذ مصطفى رئيس الاتحاد العراقي. واهدي لكل الكادر التدريبي التعب وياي بالسنين اللي تدربها وياي وحتى بالمنتخب بالمعسكرات. عائلتك وين؟ موجوده. شو تقول لها؟ لا على تهدي كابتن مصطفى. اهلك شو تقول لهم؟ اليوم تتعشى برا. تقول لهم لاهلك هسه ماما وبابا يشوفون الموضوع كله. طبعا هم اصحاب الفضل انهم اكيد. لا احنا اصلا من عنده، انا اصلا من عنده. اول شيء اقول لهم شكرا على كل دعم اللي اعطيتوني اياه وكل اللي الدعم المادي والمعنوي اللي اعطيتوني اياه حتى اوصل لهاي المرحله. فدوا اروح لك على الحكايات هاي الحلوه والثقه بالنفس اللي انت تمتلكها. حلو انت اليوم ان تكون شخص مؤثر ان كنت بالرياضه او ان كنت اليوم باسلوبك. صحيح. واهم شيء انه انت اليوم تتوفق بدراستك. صحيح. يعني مدرستك ويا اللعبه. حلو. موفق ان شاء الله. اللي كابتن يوسف، مو كابتن يوسف؟ اي كابتن. كابتن يوسف انا طبعا شفت النزال مالتك محقق هواي مشاهدات بمواقع التواصل الاجتماعي. بطل ونفتخر بيك صراحة. كان نزالك مع روس يمكن؟ أول يوم كان مع روس. إي يعني أنت هذا نهيته يعني صنفته. الأمريكي وقع الضربة القاضية. عفوا الضربة القاضية الأمريكي صحيح. أول يوم يا روسي. إي بالضربة. احكي له هاي اللحظة من أسمع الكباتن يقول لك الضربة القاضية يعني أسمع هاي الهوسات أنا. هو صعد قبل بيوم هو هذا الأمريكي. كان موقع السعودي قاضية. وان صعدت متحامة علي. يعني متحمس. تريد تجيب الوسام للعالم. ان شاء الله. صعدت للنزال. ابوه على الاستاذ مصطفى نازل للجمهور عايف البي اي بي هاي كلش ضوجتني. وهم جمهورهم يعني هو كل واحد كل لاعب امريكي يجون اهله وياه. يعني يجوا ابوه وامه واخوانه وصايرين دارسين المدرجات يعني جمهورنا ما اسمعهم. حلو. بس اسمع امريكي. ابوه وعدت له هيك طبت له ضايج. اول جوله ما وقعت قرار يعني عراقي يدخل للحلبه ضايج شو يسوي؟ ثاني جوله رحت اسلم عليه ما رد السلام عليه. الثاني بدايته اول يمكن ثلاث ضربات وقعت قاضي. بطل والله بطل. القاضيه يعني تنهي لو وقع بالقاعه قام يعني بعد ما يكمل هذول الجو طلعوه اخذوه بالاسعار. كانت ضربه من ضربه. احنا نشد على ايدك ونقول لك عاشت ايدك انه حصلت الفضيه. الحسن الحسن ينتظر. الحسن ينتظر. المن تهديه هذا الفوز يعني؟ والله انا بوقتها فزت باليوم الوطني العراقي واحب اهديه للشعب العراقي. الله حلو. الله موفق. خوش مناسبه خوش توقيت. موفق. الحسن حياك الله. مبارك لك الفضيه العالميه. حدثنا عن الجولات، حدثنا عن الحلبه، عن الاجواء كلها. والله هي اول مشاركه لي بطوله العالم. اول مشاركه لك؟ اول مشاركه وحصلت فضيه الحمد لله. بالبدايه لعبت ويا اللاعب السويدي
جيد. اخذت 3 جولات عليهم تغلبت عليه بالنقاط. قرب المايك عليك. تغلبت عليه بالنقاط. وراها بيوم لعبت ويا اللاعب الكازاخستاني. كان لاعب قوي جدا يعني وهم قدرت اتغلب عليه بالنقاط وبالسرعه يعني وقت وياه. بالنقاط وبالسرعه لو ولا بالقاضيه؟ لا بالنقاط. قاضيه اختصاصي. اها اختصاص يوسف. حلو. أكثر اختصاص نقاط. جيد. أكثر النزالات اللي كانت بالنسبة لك صعبة يعني اللي حسيتها يعني أكو كان تخوف بها إنه لو أخذ الفضية لو أنا أطلع خسران من الحلبة والله لا يقولها. كان ويا اللاعب الأوزبكستاني. شنو السبب؟ كان عنده قوة بدنية عالية. خبرة يعني هو قديم وعنده بطولة عالم. جيد. يوسف أنت مشارك أكثر من مرة؟ حلو يعني ان شاء الله المشاركات الجايه اللي راح تكون للحسن وياكم بعد بنفس التيم ان شاء الله. اذا تسمحي لي المداخله. نعم. البطل يوسف انه في حاله فرح بس موقف يعني بصراحه هو محزن بس بنفس الوقت مفرح. يوسف قبل فتره قبل اشهر يمكن قبل شهر البطوله العربيه كانت بليبيا. جيد. وحصل على الميداليه الذهبيه بطل العرب يعني صلوات اللي ألمنا على منصه التتويج من انعزف السلام الجمهوري له انه يعني اجهش بالبكاء بصراحه. تذكر والدته الله يرحمها انه كانت هي الداعمه له ومن وصيتها انه يكون بطل وبالدراسه ينجح فحقق وصيتها الثانيه الحمد لله وبالدراسه شاطر بعد ما حصل ذهبيه كلش بطل بطل ان شاء الله النجاح. حلو يعني المفروض انه انت يوم توفي بوعدك وفيت بالوعد الاول رياضي. بعد الوعد الثاني والوعد الثاني انت المفروض توفي سهل ان شاء الله خير ان شاء الله. نتحدث عن اليوم الصعوبات اللي قد تواجه العراق اليوم قد ما يكون محافل دوليه او محافل عربيه وكيف من الممكن انه يعني خلينا نقول انه لابد اكو شيء اسمه استقبال وشيء اسمه ترحيب وشيء اسمه توديع من يعني تخرجوا من العراق الى بقيه يعني الدول وبالتالي هذا الشيء ينطي دافع اليوم بالتاكيد يعني اليوم كل منجز يحتاج انه الحكومة أو المسؤولين بالعراق يهتمون بهذا المنجز ويدعموه ويكرموه ويحتفون به. يعني اليوم قناة الفرات هذه المبادرة وهذا برنامجكم يشكلنا في شيء كبير يعني بصراحة لكن للأسف قليل بحقكم الله. الله يحفظك. للأسف أي استقبال ماكو يعني لحد الآن فقط مباركة سماحة السيد عمار واتصال من اللجوء الأولمبية ايضا رساله من السيد وزير الشباب والرياضه انا اعتبرها قياسا بهذا الانجاز يوسفني اقول انه متألمين متألمين يعني دول ابطال بعمر الورود يعني اقرانهم اذا يشوفون انه حققوا انجاز وهذا البرود اللي موجود وماكو استقبال وماكو تكريم وماكو احتفاء بالتاكيد بيصير لهم حافز البقيه لكن نتمنى انه نتامل يكون الحكومه العراقيه تهتم اكثر بالرياضه اليوم احنا في ظل انتشار وضع المخدرات والامور السلبيه حتى ندعم الرياضه نقضي على هاي الامور السلبيه. صح. حلو. لكن احنا اذا نبقى بهذا الشكل وبهذا الدعم ما اعتقد اللاعب يبقى يستمر من العطاء. اليوم اذا جابوا هذه الميداليات اذا ما شافوا حافز ممكن صحيح ما يلعبون من اجل العراق يستمر عندهم شيء من القوه من الطاقه. بالتاكيد يعني سرعتهم الفوز والخساره نفس الشيء. احنا رحنا 21 لاعب مثل ما تحدث الكابتن 14 ميداليه يعني راح يساوى مع الخسره يعني شلون يصير له حافز الفاز. صح. يعني فنتمنى ونتامل يكون دعم اكبر للرياضه بنى تحتيه ايضا غير متوفره. صحيح. اللي نعاني الجواز مالنا للاسف الدبلوماسي انا اعتقد وزاره الخارجيه جدا ضعيفه من ناحيه الحصول على الفيزا من ناحيه السفر من يعني الوحيد. صحيح. العراقي عام حتى وفود رياضيه نعاني من هاي المساله فعلا تبقى يعني ساعات طويله بالمطارات على مود انه بالسفاره يعني لازم يعني يسرع وكل لاعب يجيب والدته ويجيب ابوه لازم وحتى يبصم وتعرفين اكو لاعبين من مناطق بعيده يعني عندنا لاعب البطل ابراهيم من محافظه السليمانيه بكلا لاعب يوسف من محافظه بابل ومشغولين اهلهم لازم اللي يجون ويبصمون فالاجراءات تعقيديه يعني هذا الروتين يعني وايضا يعني نتمنى
مثلا بوزاره الشباب، بهذه المؤسسات اللي تهتم بالجانب الرياضي، حلو لو نجيب لنا شباب يشتغلون على قضيه نتابع الابطال اللي يخرجون من العراق في سبيل انه يشاركون بالبطولات. يعني ايش قد نفرح من نشوف مجموعه اذا كانت من وزاره الشباب او غيرها من اللجان الرياضيه تروح تستقبل، اخلي دائره خاصه فقط لاستقبالهم، ما رايد شيء، اروح بالمطار انتظرهم، اروح بالمطار اودعهم. فهذه واحده من المعوقات اللي للاسف نأسف نشوف ابطالنا ماكو اهتمام بعودتهم ولا اهتمام بتوفيتهم. ارجع للكباتن، يمكن بطولات هواي صارت وهذه البطولات تحتاج الى تدريب وتحتاج الى تقنيات. معسكركم 15 يوم، يعني اذا نريد نقيسها بموازين بقيه المنتخبات اللي مشاركه، جزء ذولاك صار لهم اشهر يستعدون. يعدون سنين مو بس اشهر. التقنيات اشتغلتوا عليها، قبل شويه احنا نسولف ويا الشباب، يوسف مثلا يلعب بتقنيه الضربه القاضيه. مثلا عندك الحسن غير اسلوب، كل واحد عنده فد، شلون اكتشفتوا هاي؟ شلون اعطيتوهم توجيهات؟ شنو التدريبات؟ هو كل لاعب لازم يتدرب على كل شيء، يعني يعد من كامل تدريب منهاج كامل، بس بالحلبه يبقى احنا نباوع، مثلا لاعب من يلعب نشوف المقابله شنو نقطه ضعفه؟ بطيء نقول له اضرب اسرع، مجاميع يضرب وحده او هاي، هو بقى التوجيه بالحلبه. حلو. مثلا اللاعب اي اللاعب الامريكي مثلا ايده كانت نازله قلنا له بس ايدك من فوق طب قاعد الامريكي قاضي، يعني التوجيه يبقى على الحلبه. بس هو كلاعب كاعداد لازم يعد كامل. حلو، يعرف كل التفاصيل. كل التفاصيل يعرف. هاي شو كنت انت يوم تعده للاعب تعرف انه هو ممكن يشتغل على النقاط او ممكن يشتغل على موضوع الضربه القاضيه؟ اول شيء احنا نتابع من يلعبون اللاعبين، نتابع اللاعبين ويا من يلعب وراه نتابع شنو نقطه ضعفه شنو سرعته شنو هاي. لا لا انا اقصد اليوم بالعراق، يعني اليوم اكو تدريبات خاصه اليوم بالعراق قبل ما انه توجه الى تركيا. هاي بالعراق انا قال لي استاذ مصطفى 1500 لاعب ما تعرفين ويا من راح يلعب، يعني قرعته مثلا توقع 40 لاعب ينفصلون قرعه مثلا دور 32 16 ما تعرفين ويا من يلعب، بس هو يعد كامل من يصعد للحلبة مثلا يلعب اول نزال من اول جولة من اول جولة راح تعرفين شنو اللي يفيده شنو اللي يقدر يشتغل عليه. حلو. يستلم التوجيه. حلو. اليوم استاذ محمد لو نريد نتحدث يعني بشكل تفصيلي انه انا اليوم ما اعرف يوسف انه اخذته على اعمار معينة لعب ويا اعمار معينة وعلى وزن معين، وايضا هذا يقع بموضوع انه النقاط، اكو كان ايضا لاعب ويا يوسف عراقي ايضا هم دخل بنفس الاعمار بنفس الوزن. طبعا احنا لعبتنا اصلا على العمر وعلى الوزن. جيد. يعني كل لاعب يلعب عمره وبوزنه. وزنه. اضافه لسؤالك اللي سابق، كل لاعب له تقنيته الى طريقه لعبه. جيد. كل لاعب قصيره، كل لاعب طويله، كل لاعب يلعب هجوم، وكل لاعب يلعب بالانسحاب. لا من يختار؟ يعني هو انا بدي اعرف انه منو اللي يختار؟ هو اللاعب يختار انه هو يلعب هجوم ولا يلعب ولا شنو؟ لا انا قبل القرعه انا اللي بدي اعرفه انه انا اليوم ليش حددت مثلا الحسن انه يشتغل على موضوع النقاط؟ على شنو اعتمد؟ ستايل اللاعب، كل لاعب يمتاز بستايل معين يشتغل على هذا الاساس، كل لاعب ستايله تنقيط، كل لاعب ستايله يعتمد على الضربه القويه. هو هذا اللي انا اريده. هذا قصدي. يعني يكتشف الكابتن؟ اي اكيد احنا اللاعب نكتشف مهاراته اثناء التدريب ونكتشف نقاط قوته ونقاط ضعفه ونشتغل على اساسه. وعلى هذا الاساس انتم اليوم من الممكن انه انت تشتغل على النقاط تشتغل على الضربه القويه. يوسف على شنو اشتغل؟ والله شلون لا لا اي الامتحان احنا نقرا كتاب كامل. جاي. طب الامتحان اللي جاوب هو هذا هو اللي ينجح. حلو. هو مثل ما قال الكابتن على احنا نتدرب كل شيء. والطب للحلبه هو بعد تدرس الخصوم وتعرف شنو نقاط ضعفه شباطك. يعني سيحت بين يوسف وبين ابو الفضل، ابو الفضل هو شنو على شنو اشتغل؟ على النقاط ولا على شنو؟ هو حسب شو اسمه بعد ابو الفضل عمره صغير ما يصير يضرب بالوجه منه وجوه، لازم على السرعه النقاط على النقاط السرعه تالي يضرب اكثر، هو اللي مسيطر هو اللي يفوز. حلو. اصعب شيء شباب انا اريد اجيكم بهذا السؤال، اصعب شيء شفتوه خلال مسيرتكم بالبطولات، يعني يا بطوله كانت تحسون بها صعبه، يا بطوله حسيتوا انه انتم مو بالسهوله تجيبون الميداليه. اكيد بطوله العالم. يا دوره هاي لو سبق السابقه هاي الدوره, هاي الدورة؟ ايوه اصعب خصم دائما يكون هم دوله روسيا. هم دائما يجي يختمون الذهبيات بها. الحمد لله احنا دائما نقدر نفوز عليهم. انا قليل ما يخسرون. اكو مواقف صارت وياكم؟ يعني موقف انحرجت به، موقف مضحك قبل دخولك للنزال، بعد خروجك من النزال، يعني هذين الامور.
خلينا نتذكر. دانش فكرك. خلي راجع الاسئله، بين ما يراجع الاسئله استاذ مصطفى، يعني يمكن اليوم اكو قواعد واكو انظمه خاصه بهذه البطولات، واكو تنسيقات واجراءات، دوركم اكيد انت يعني اليوم اتصالات القنصليه، وزاره الخارجيه، كذا، الاعمار والاوزان وما اعرف، هي قوانين اللعبه نفسها هم تحتاج يعني بعض التفاصيل. هذه كم يوم لحقتوا تلموها مثل ما يقول، شلون لميتوا الحكي شلون؟ هو بالتاكيد هو بالاتحاد العراقي ارتباطه بالاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي كل بدايه السنه يصدر المنهاج مع البطولات انه نعرف التوقيتات الزمنيه بالضبط، بهذا التوقيت عندنا بطوله عالم للشباب، او بهذا التوقيت عندنا بطوله اسيا مثلا للمتقدمين، او دوره العاب، فعندنا منهاج سنوي نشتغل عليه ونحدد المواعيد، وايضا نقيم البطولات العراق وعلى ضوءها نختار انه اللاعبين راح يشاركون باي حدث معين. يعني اللي امامكم انه ابطال خرجوا من بطولات العراق يشاركون بها اكثر من 600 لاعب على مستوى العراق، واللي ياخذون المركز اول، وبعدها المدربين يستدعوهم يزجوهم في معسكرات ويطورون قابلياتهم ومهاراتهم، ومن ثم نستعد لبطوله العالم او بطوله عربيه. نعم. احنا دائما التواصل مع الاتحاد، عندما يتوجه الينا دعوه رسميه من الاتحاد الدولي على كل الدول نروح نراجع السفاره، ناخذ مستمسكات اللاعبين، اللي ما عنده جواز لازم بسرعه يطلعه، واللي موجود لازم نسجله بالسيستم مال الاتحاد الدولي. ومن ثم شنو الاجراءات، الفيزا وسمات الدخول، اكو دول صعبه بصراحه، يعني هسه مثلا تايلند احنا بطولات عندنا مستمره ما عندنا سفاره بالعراق، نضطر نروح نودي جوازات بالاردن وبالتالي الرئيس احنا يعني بدل الوقت يداهمنا، قالوا اكو عصفوره ايش قالت؟ قالت او الفضل عنده موقف، فخلنا نسمعه وموقفك بدخل الحلقه. يلا سالف. سيد قبل يصعد للنزال اول يوم كان ويا اللاعب الايطالي، كان قلت له فضل ايش راح اسوي للاعب؟ ذا حبزه وهاي، كان قال لي راح اخبزه، قلت له يعني شو اسوي له؟ قال لي راح اسوي بيتزا ايطاليه. احنا نتمنى لكم الموفقيه شباب، وان شاء الله يا ربي تكونون بعد الشباب بالخط الاول وتقدمون منجز وتجيبون لنا ذهبيات. حاليا اهتموا بدراستكم. حاليا بعد ماكو هسه عندهم بطولات وشيء، بس الدراسه لازم الدراسه الدراسه حقيقه احنا ايضا متابعين. جيد. يعني المدربين هم خريجين بكالوريوس، فبالتالي اللاعبين نحثهم على الدراسه ونتابعهم، لكن نفس الوقت ما يتركون الرياضه. طبعا لا، اللاعب من يترك فتره الرياضه يصير عامل سلبي. صحيح، يعني اليوم اكو توازن بالموضوع. اكيد. جيد، موفقين ان شاء الله للكل. يوسف والحسن وابو الفضل، مبروك لكم مره ثانيه، واكيد اللاعبين اللي ما حضروا اليوم ويانا مبارك لهم. هم جاي يتابعونا هسه، شو نحرق قلبكم هم؟ لا لا، ليش نحرق قلبكم؟ بالعكس، بالعافيه عليكم. لا انتم ابطال، رفعتوا راس العراق. اي والله رفعتوا راس العراق. استاذنا العزيز استاذ مصطفى جبار، شكرا لوجودك. شكرا لكم، ونتمنى لكم موفقيه، واستاذ علاء ايضا نتمنى لكم موفقيه ونجاح ان شاء الله، ونشوفك مدرب عالم ان شاء الله. الله يخليك استاذ محمد. نشكرك، انا اليوم اخذتهم كلهم. شباب نشكركم وجودكم اليوم. شكرا لكم شباب. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، يمكن اقل شيء نقدمه لنجوم العراق ولابطاله هو هذا الحفاوه واللقاء، وايضا انه هذا راح يبقى سي في بعد كم يوم، كم شهر، كم سنه، يقولون احنا طلعنا بالفرات من جبنا ميداليات للعراق. دائما العراق ولاد، نشكر كل من ساهم ودعم، نشكر كل من قدم ولو باعجاب ولو بلايك ولو بكلمه مبروك، نقول لك شكرا لانت ساندت هذا الشاب البطل. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام المشوار، سعيد جدا انه اليوم التقي باول حلقاتي مع ابطال العراق. احنا ايضا اسعد يا علي لعودتك مره ثانيه للفرات. داعكم الملتقى ان شاء الله يوم غد بنفس التوقيت. الى امان الله، او في امان الله.